بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي إليكم في هذا اللقاء عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه مواعظ ونصائح، تذكير بالله عز وجل، ونحن بحاجة ماسة إلى سماعه وسماع شيء من التعليق عليه حسب الإمكان. أما الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه كلمات عظيمة يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد، أي عبد سواء كان ملكا أو صعلوكا أو غنيا أو فقيرا أو ذكرا أو أنثى أو عالما أو جاهلا، فإنه سيسأل عن هذه الأربع. المسألة الأولى: يسأل عن عمره الذي أعطاه الله ومدد له فيه، فيما أفناه، فيما صرفه، فيما قضاه، لأن هذا العمر نعمة من الله سبحانه وتعالى على العبد، أعطاه إياه من أجل أن يتزود لنفسه زادا للدار الآخرة. ولهذا يوبخ الله الكفار يوم القيامة إذا دخلوا في جهنم فطلبوا أن يردوا إلى الدنيا ليستدركوا ما فاتهم. الله جل وعلا يقول لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والله جل وعلا قال في سورة العصر: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر هو الوقت والزمان الذي يعيشه الإنسان، أقسم الله به لأهميته وفائدته. والله جل وعلا لا يقسم إلا بشيء له شأن وله أهمية، فلأهمية العصر فإن الله أقسم به، والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر، أي إنسان من بني آدم سواء كان ملكا أو ما دونه من بني الإنسان، أو غنيا أو فقيرا أو ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبدا، أي إنسان فإنه خاسر يوم القيامة، يخسر هذا العصر وهذا الوقت الذي أعطاه الله إياه، إلا من اتصف بأربع صفات فإنه يربح هذا الوقت وهذا العمر. الصفة الأولى: الإيمان، الذين آمنوا بالله عز وجل وعملوا. فالصفة الثانية: عملوا الصالحات،
عملوا الصالحات، الأعمال الصالحة. الثالثة تواصوا بالحق، لأن الإنسان لا يكفي أن يكون صالحا في نفسه، بل لا بد أن يسعى في إصلاح الآخرين، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. ولما كان من يقوم بذلك يلاقي مشقة من الناس ومقابلة سيئة من بعضهم، فإنه يحتاج إلى صبر. ولهذا قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن اتصف بهذه الصفات الأربع نجا من هذه الخسارة، وصار عمره له لا عليه. هذه مسألة العمر. المسألة الثانية، يسأل عن شبابه فيما أبلاه. الله أعطى هذا الإنسان شبابا وقوة ومقدرة وإمكانية في جسمه، في سمعه، في بصره، في أعضائه، في تفكيره، أعطاه القوة الجسمية التي يتمكن بها من العمل الصالح. ففيما أفنى شبابه؟ هل أفناه بما ينفعه في طاعة الله عز وجل وما يتصل بها، أو أنه أفنى عمره باللهو واللعب ومتابعة الشهوات المحرمة، وإعطاء نفسه ما تشتهي، الذهاب والإياب في غير طاعة الله وفيما لا ينفعه في دينه ودنياه؟ فإذا شاب فإنه يعجز، وهناك فرق بين الشاب وكبير السن. الشاب يقدر على ما لا يقدر عليه كبير السن، فيستغل الإنسان شبابه وقوته في طاعة الله عز وجل، لأنه سيفقد هذه القوة إن أمد الله في عمره ويصير إلى الشيخوخة، فلا يستطيع أن يعمل العمل الذي يقوم به الشاب في شبابه، فينتهز المسلم شبابه وقوته في طاعة الله عز وجل وفيما ينفعه في دينه ودنياه، وإلا فإنه سيسأل عن ذلك يوم القيامة: فيما أفنيت شبابك الذي أنعم الله به عليك؟ والمسألة الثالثة، يسأل عن علمه الذي علمه الله إياه وعرف به الحق من الباطل والهدى من الضلال. ماذا عمل به؟ هل عمل به العمل الصالح المؤسس على هذا العلم الصحيح ليكون عملا نافعا خالصا لوجه الله عز وجل؟ فإن ثمرة العلم العمل. العلم لا يطلب لذاته، وإنما يطلب لأجل العمل، لأجل العمل به. وأما من اقتصر على تعلم العلم بدون عمل فهذا إنما يقيم الحجة على نفسه يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. اسأله: أنت علمت لكن ماذا عملت؟ فيكون العلم هذا حجة عليه يوم القيامة. وهذه طريقة المغضوب عليهم والعياذ بالله، وهم الذين عندهم علم وليس عندهم عمل. وكذلك العمل بدون علم ضلال. لا بد أن يكون العمل مرتبطا بالعلم، ويكون العلم موجها للعمل الصحيح، فيعمل على بصيرة وعلى ما شرع الله، لا يعمل بالبدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالعمل ثمرة العلم. فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. هذه طريقة الضالين الذين يعبدون الله على جهل وضلال. ويمثل الطائفة الأولى الذين عندهم علم وليس عندهم عمل، يمثلهم اليهود. ويمثل الطائفة الثانية الذين عندهم عمل وليس عندهم علم النصارى. وأنت تسأل الله
أن يهديك الصراط المستقيم الذي هو طريق العلم والعمل. فهذا حديث عظيم يوجه المسلم في حياته ويرسم له الطريق الصحيح الذي يسير عليه ليخرج من دنياه مستفيدا منها، حاملا منها ما ينفعه في آخرته. فمن حفظ دنياه حفظ آخرته، ومن ضيع دنياه خسر آخرته، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.